نشرة أخبار الظهيرة من التلفزيون المصري. أهلا بك جورج، وأهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. السيدات والسادة، نحييكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار، حيث تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى شعب وحكومة جمهورية تنزانيا الشقيقة في وفاة الرئيس جون ماغوفلي، رئيس تنزانيا الذي وفته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء، قدم خلالها الكثير من الإسهامات في مواقع عديدة لخدمة شعبه ووطنه والقارة الإفريقية. وانطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر وتنزانيا، أكد الرئيس السيسي تضامن جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا مع الأشقاء في تنزانيا وفي هذا المصاب الأليم، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالتعاون مع اليونان وما يشهده من تطور إيجابي وبالتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناول متابعة عدد من موضوعات التعاون الثنائي وتبادل الرؤى تجاه القضايا الإقليمية في الشرق المتوسط. من جانبه أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. أعربت الفصائل الفلسطينية عن تقديرها لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الفلسطيني وعلى جهود مصر في رعاية الحوار الوطني ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وفي بيان أصدرته في ختام اجتماعاتها بالقاهرة، اتفقت الفصائل على معالجة القضايا الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وتعزيز الشراكة الوطنية بما يدعم المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني. كما أكدت الفصائل على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونيا وسياسيا وضرورة أن تجرى الانتخابات القادمة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد المشاركون على استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها. هذا ووقعت الفصائل على ميثاق شرف أكد خلاله حرصهم على سير العملية الانتخابية بجميع مراحلها بشفافية ونزاهة. لإنهاء الانقسام. وبعد أن رفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، نواصل معكم مشاهدين تقديم نشرة الأخبار، حيث تبدأ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية السبت المقبل في استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية ولمدة 12 يوما تنتهي الأربعاء 31 من مارس. وأعلنت اللجنة أنها ستتسلم طلبات الترشح في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة، ويوفر المقران الاطلاع على شروط الترشح والحصول على الطلبات والمرفقات، أو أيضا من مكاتب المناطق الانتخابية في جميع المحافظات، إضافة لتوفرها على موقع لجنة الانتخابات المركزية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل تسلمت نهاية الأسبوع الماضي خطابا من المحكمة الدولية يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن أمام إسرائيل مهلة مدتها 30 يوما للرد على خطاب الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن الخطاب يتضمن مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، وهي حرب 2014، سياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى المسيرة على حدود غزة عام 2018. صرح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بأن البعثة المصرية في نيويورك قادت تحركا لتشكيل مجموعة نواة ضمت 17 دولة لصياغة بيان يضع رؤية دولية واضحة إزاء قضايا المياه، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه اليوم. وأشار إدريس إلى أن البيان يحدد أولويات وخطوطا رئيسية لتحركات المنظمة الأممية لمتابعة تنفيذ هدف من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه،
موضحا أن تحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة أسفرت عن توقيع أكثر من 155 دولة على البيان الذي أصبح تكتلا جامعا للأغلبية العظمى للأمم المتحدة. وقال مندوب مصر إن البيان تطرق إلى حتمية التعاون العابر للحدود اتصالا بالمجاري المائية وإعمال جهود الوساطة ومفاوضات المياه الفعالة لتلافي النزاعات وتحقيق الاستقرار. أهلا بكم من جديد. أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بمشاركتها في احتفالية المرأة المصرية وبما رأته من نماذج ملهمة صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات، مؤكدة أن المرأة هي منبع القوة والتضحية وهي دائما أيقونة النجاح. إن عيد المرأة المصرية الذي نشهده أيضاً في مارس من كل عام هو تكريم في حد ذاته لليوم الذي ضربت فيه المرأة المصرية نموذجاً للتضحية العظيمة عندما سقطت أول شهيدة مصرية دفاعاً عن الوطن. خالص التحية والتقدير إلى السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وخالص الشكر والامتنان لدعمكم المتواصل لقضايانا. قد حظت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقدير غير مسبوق على كافة المستويات، ونجحت في كتابة سطور من نور تزين صفحات التاريخ بعد أن أتيحت لها الفرصة لإثبات قدرتها على التفوق. بقول لكل الحضور كل سنة وانتم طيبين، مناسبة جميلة. الناس كتير بتسأل هو ليه الرئيس بيقدر المرأة قوي كده، فبصراحة هو يعني من خلال معاملته مع والدته تقريبا خد منها كل الصفات الحلوة اللي يمكن كل الناس بتتكلم عنها. فأنا بحمد ربنا ان جه اليوم اللي انا احس ان الوالدة اللي ربت البطل واللي حمى مصر كلها واللي كل الإنجازات اللي حصلت واللي الناس كلها بتتكلم عنها الحمد لله بنكرمها. فقد أطلقت وزارة الصحة والسكان بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة. تلك المناسبة الغالية التي تتخطى كونها احتفالاً عابراً إلى كونها مراجعة وتأملاً في حياة المرأة المصرية عبر التاريخ حتى وقتنا الحاضر. سيدات والسادة، كم أشعر بالسعادة لوجودي اليوم وسط هذه النخبة المميزة من النماذج النسائية الملهمة. الحضور الكريم، ولا يفوتنا أن نحتفي في هذا اليوم وهو يوم المرأة المصرية بتضحية من نوع آخر، تضحية ارتبطت بالظرف الاستثنائي الذي نعيشه ويعيشه العالم أجمع هو جائحة كورونا. فتحية إعزاز وتقدير لكل طبيبة وممرضة مصرية ولكل العاملات في القطاع الصحي التي أسهمنا بالتضحيات النبيلة في إنقاذ آلاف المواطنين المصريين. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية البالغة لاستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا خلال هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع المساعي التي تبذلها الدولة لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي لاجتماع اللجنة الطبية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، حيث شدد على ضرورة التأكد من توافر المستلزمات الطبية وإمدادات الأكسجين بجميع المستشفيات، مشيرا إلى أنه مع قرب حلول شهر رمضان وانتشار بعض العادات قد يؤدي ذلك إلى تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يستوجب الحرص الزائد من الجميع.
أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس تسجيل 645 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة، كما أعلنت خروج 335 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148,424 حالة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تداول من منشور بقرار حول إجبار طلاب الدراسات العليا بالاكتفاء بنشر أبحاث علمية بمجلات دولية بديلا عن الرسائل العلمية بشكلها التقليدي. وفي هذا الصدد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا صحة لهذا المنشور، موضحة أن نظام الرسائل العلمية بشكلها التقليدي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه كما هو، وأن بعض الجامعات المصرية تشترط نشرا دوليا لبحوث علمية مشتقة من مضمون الرسالة العلمية للباحث إلى جانب الرسائل العلمية بشكلها التقليدية، وذلك بهدف دعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولية وتحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية. أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن اعتماد 303 ملايين جنيه لأكثر من 5000 مستفيد من صغار المربين لشراء 47,000 رأس ماشية، ليصبح إجمالي ما تم تمويله لمشروع البتيلو حتى الآن حوالي 4 مليارات جنيه لأكثر من 25,000 مستفيد. وقال القصير إنه تم التنسيق مع البنك المركزي لزيادة المبلغ المخصص لتمويل مشروع البتيلو بمليار جنيه إضافية، كما يتم تكثيف المتابعات الميدانية للمستفيدين من المشروع القومي للبتيلو على مستوى الجمهورية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين والعمل والعمال على تدليلها. تلقى الدكتور محمد معيط وزير الموارد المائية والري تقريرا حول الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع والمشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر للري الحديث. وأفاد التقرير بأنه قد تم الانتهاء من تأهيل الترع بأطوال 1248 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية. وذكر التقرير أن العمل جاري في تنفيذ 4417 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال 1380 كيلومتر تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7045 كيلومتر حتى الآن، وهو ما يتجاوز 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه. في تمام تفضلي مرة. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون المصري. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني maspero.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء. في أمان الله.